سائلة تسأل عن إذا صلت يعني بعد الأذان الأول الفجر، بعد الأذان صلت صلاة هكذا تتنفل يعني، هل تعتبر من قيام الليل وقبل أن تسمع الأذان الثاني، فهل يعتبر هذا قيام ليل؟ الأذان الأول اللي هو قبل دخول الفجر الصادق يعني. نعم نعم هذا هو نعم. أي يعني هذا نعم قيام الليل، بل هذا أفضل أوقات، من أفضل أوقات القيام هذا. يعني هذا آخر الليل وقت النزول الإلهي. يعني إذا كانت تقصد بعد أذان الفجر الأول اللي هو أذان بلال. نعم. إن بلال أذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنة أن يكون هناك أذان أول قبل دخول وقت صلاة الفجر لينتبه النائم. هناك إنسان ربما نام ولم يصلي ورده من الليل، لم يوتر مثلا، فينتبه بالأذان الأول، يقوم يتوضأ ويصلي قبل أن يدخل عليه الفجر وقت صلاة الفجر. أما إذا أذن الأذان الثاني اللي هو عند دخول الفجر الصادق، فيعني انتهى وقت قيام الليل، ولا يشرع قيام الليل إلا لإنسان كان عنده ورد دائما أنعم الله عليه أنه يصلي كل ليلة له مثلا 10 ركعات، 2 ركعة، 4 ما تيسر، مداوم عليها، فغلبته عينه ليلة فنام عن ورده، فاستيقظ مع أذان الفجر الثاني اللي هو دخل وقت الصلاة، لم يوتر ولم يصلي مثلا 4 ركعات التي تعود أن يصليها كل ليلة، أو 6 أو 8 أو 10 أو أكثر، فهنا يعني يشرع له أن يصليها إذا لم يفته صلاة الفجر. وحتى مثلا إنسان مثلا ليس عنده ورد إلا الوتر، نام عن وتره، فهذا يشرع له أن يصليه قبل سنة الفجر والفريضة الفجر، يعني يصليه قبل هذا. بل هناك تفصيلات حتى في حالة لو دخل في يعني يعني في بعض الصور يقطع ليصلي الركعتين وركعة، ركعتين اللي تسمى الشفع، ثم الوتر، ثم يصلي سنة الفجر، ثم يصلي الصبح، هذا ما لم تفته صلاة الفجر. المهم سؤال السائلة إذا كانت حسب ما فهم تقصد الأذان الأول، فهو ما زال الليل لم يخرج يعني بالأذان الأول اللي هو قبل دخول وقت صلاة الفجر، ويشرع لها الصلاة والقيام والدعاء الذكر الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، وهذا قلنا وقت فاضل من أوقات التنفل الفاضلة، والله تعالى أعلم.